دحين أباكم أنتوا تدونا نيوز أخبار أشياء بتصير. طب قبل النيوز قبل أنت شربت مية وبعد كويس عشان تعرف تسمع النيوز. أنا تمام. طب خلاص نشرب إحنا مية. اشرب لنا بعد كم فكر تقول النيوز ولا لا. رح أعود لك يا مؤيد. أكيد نحن جايبينكم نيوز كتير حلوين يا مؤيد ويا مشاهدينا. وأول نيوز كتير كتير مبسوطة أخبركم إياها إنه فاز تطبيق ما تخافيش لمواجهة التحرش بمصر بالجائزة البرونزية لشبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات مي وين. وهيدا التطبيق يعني هيدا الفتاة بيكون عندها دائرة ثقة مؤلفة تقريبا من 4 أفراد يا من أسرتها يا من أصدقائها هي بتنقيهم بس تنزل الأبليكيشن ومجرد ما تحس حالها ب منطقة خطر أم بسيتشويشن خطر هيدا الابليكيشن تبعت نوتيفيكيشنز لهيدا الدائرة من الناس وبتبعت اللوكيشن تبعها كرمال يقدروا يعرفوا هي وين ويجوا يقدروا يساعدوها. نحن هيدا يعني أصحاب هيدا الشركة نحن استضفناهم لاست سيزن على الشو وبتذكر الموضوع كان كتير انترستينج لأنه نحن يعني الناس معودة ما كتير تحكي بمواضيع مثل هيدا بس بالنسبة لإلي مع كل التقدم اللي عم نشهده بالشرق الأوسط وبالعالم العربي لازم نضل نحكي عن هيك مواضيع ولازم نخبر عن نجاحات الشركات اللي بتواجه هيك مشاكل. فألف مبروك لما تخافيش وعن جد هيدا الشيء ببشر للخير لقدام وبحسسنا نحن كبنات بالعالم العربي بأمان. وتشجعوا يعني البنات تشجعوا ما تسكتوش على أي موقف يحصل لكم من تحرش من أي شخص وفي أي مكان سواء شغل سواء في الشارع في مطعم في أي مكان ما تسكتوش. صح. أنت لو سكتي أنت بتسكتي على حقك واللي عمل كده هيعمل كده مع بنات تانية فلازم تتكلمي. فغير ان انت تطلبي المساعده لازم تتكلمي عشان اللي عمل كده ياخد عقابه وحسابه. ومش الحق عليك هيدا لا خالص مش الحق عليك هيدا مشكله هيدا موقف بيصير مع الكل ولازم نواجهه بطريقه حلوه وهيك خفيفه نظيفه. برافو. طيب عندي خبر ان استهدف نشطاء بيئيون 13 مخزن من مخازن شركه امازون في اماكن مختلفه في بريطانيا ضمن حركه احتجاجيه ضد عملاق التجاره الالكترونيه في اليوم المعروف بالجمعه السوداء اللي بيشهد عادة خصومات كبيرة على البضائع في كل الأماكن وده بيكون صفته المجموعة الناشطة بيئياً اسمها Extension Rebellion بأنه تجسيد لهوس الاستهلاك المفرط. وفعلاً يا جماعة يوم Black Friday الجمعة السوداء أنا بحس إن في حاجة غريبة الناس بتشتري حاجات هما مش محتاجينها. صح. يعني أنا كنت بشوف في المولات والله بيدوسوا على اللبس بيدوسوا على الأجهزة الإلكترونية لمجرد إن هما يشتروا بيشتري علشان يبقى كسب الكلاينت اللي قدامه ان هو ما اشتراش ده. طب ده مش السايز بتاعك ده انت مش محتاجه في بيتك. مؤيد انت حدا كتير ستايلش هيدا الشيء الموقف بيصير معك انا بحسك انت بتحب تروح تجيب تياب ستيلك حلو بتحس ايام بتشتري قطعه منك عايزها بترجع بتندم عليها بعدين. اه ده حصل معايا انا هو معايا ها فاكر خبروني ما بعرف. يعني انا بما انه بلاك فرايدي لو انت تفتحي عندي برامج منزلها فيها اللي هو الملابس لا. فلو تيجي تفتحيها هتلاقيني معبي السلة ترى معبي السلة على الآخر بس والله قبل ما أجي أضغط إنه أنا بشتري أقعد أفكر هل أنا من جد محتاج هذه القطعة ولا السعر هذا بيغريني في كثير قطع أنا ماني محتاجها. أيوة. بس الأسعار هي اللي إنه أنا أشتريها زي الجاكيت اللي كنت أنت عايز تشتريه وما كانش تعرف وما عرفتش تشتريه ليه.